متابعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري على قناة رؤيا. بداية، أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني تسخير الإمكانيات اللازمة لإنجاح القمة العربية في الجزائر يومي الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل. وزير الاتصال أكد لدى استقباله المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية الدكتور سليمان عبد الرحيم وضع كافة الوسائل والتجهيزات تحت تصرف الصحفيين والأجانب المعتمدين أقول لإنجاح القمة العربية وتغطية هذا الحدث الهام، مضيفا أن هذه القمة ستكون متميزة في كل المجالات من خلال عمل تنسيقي مشترك. في موضوع آخر، تتواصل فعاليات الطبعة الثانية للصالون الدولي للفلاحة موستا إكسبو بمستغانم التي انطلقت أمس أقول بمشاركة زهاء 200 عارض وطني وأجنبي ومن تنظيم الغرفتين الوطنية والولائية للفلاحة ومديرية المصالح الفلاحية. هذا وستستمر فعاليات هذا الحدث الاقتصادي في مستغانم على مدار يومين. كثفت عناصر الأمن الوطني بتبسة حملاتها التحسيسية والتوعوية أقول من أجل السلامة المرورية لتلاميذ المدارس ومستعملي الطريق، وذلك من خلال توزيع مطويات وتقديم نصائح وإرشادات للتلاميذ بالتنسيق مع إطارات وأعوان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتبسة، تنفيذا للحملة الوطنية المسطرة بين المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني. قام وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي بزيارة عمل وتفقد ليلية إلى ملعب الدويرة للوقوف على مدى تطبيق تعليمات العمل بنظام التناوب ليلاً نهاراً، وكذا الوقوف على وتيرة الأشغال في الأنفاق الثلاثة للملعب ومركز القيادة والمراقبة. الوزير وجه إعذاراً للمؤسسة المنجزة وطالبها بالاحترام الصارم للعمل بنظام التناوب، مشدداً على ضرورة انتهاء الأشغال في الآجال المحددة. في الرياضة، حقق المنتخب الوطني فوزاً معنوياً وثمناً على منتخب نيجيريا في المباراة الثانية الودية التي خاضها الخضر بملعب ميلود هدفي في وهران. افتتح المنتخب النيجيري التهديف ليعدل بعد ذلك القائد محرز النتيجة من ركلة جزاء تحصل عليها بالليل. أضاف المتألق يوسف عطال الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء باغتت المنتخب النيجيري. وعقب اللقاء هنأ الناخب الوطني لاعبيه على المستوى الذي قدموه، كما وصف التربص بالناجح مشددا من جهة أخرى على ضرورة المحافظة على روح المنافسة في الفريق. بهذا نأتي إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمناه لكم من قناة رؤيا. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.